بونجور عاشر، معكم مدام مها، جو سوي على باج 10 من الوحدة الأولى، أنا بالصفحة 10 بالبرودكسيون أورال. بالدرس الماضي عملنا الكومبريونسيون أورال وكان عن لا جيستيون دو تان، إدارة الوقت والتنظيم، كومون سورغانيزي، كيف الإنسان بينظم حاله وبينظم أموره. كان لقاء بالاستيعاب الشفهي بين المذيعة وبين فيرونيك اللي كانت رغم مهامها الكتيرة عرفانة تضبط أمورها حياتها تمام، بينما سوفي المستمعة اللي اتصلت بالإذاعة كانت عم بتعاني بعدم استطاعتها لتدبير أمورها أمور حياتها. رح نشوف هلا بالبرودكسيون أورال. كمان في عندي 4 بيرسون، 4 أشخاص بارتيسيبون عم بيشاركوا وبروبوز لو بروبليم، عم يعرضوا مشاكلهم. خلينا نشوف شو عم يحكوا هالأربع أشخاص. Une chaîne syrienne voulant aborder des problèmes relatifs à la gestion du temps a lancé une application gratuite Foire aux questions où des jeunes peuvent poster leurs problèmes et des experts en psychologie leur répondent. أنا عندي هون قناة سورية، chaîne syrienne، قناة سورية voulant aborder، رادت انه تعالج تتطرق له مشاكل تتعلق في إدارة الوقت، la gestion du temps، a lancé une application، اطلقت نزلت تطبيق مجاني، application gratuite، تطبيق مجاني اسمه foire aux questions، يعني أسئلة متكررة او أسئلة متداولة، حيث des jeunes شباب peuvent poster، قدروا هالشباب ينشروا لغ بروبليم مشاكلهم، وما بس نشروا المشاكل، في ديز اكسبير، في اخصائيين ان بسيكولوجي، اخصائيي علم نفس، لغ ريبوند، جاوبوا عليهم. بس نحن ما رح نشوف هلا الاجابات، هذه كانت بالقناه طرح للمشاكل. خلينا نشوف المشاكل اللي عم يطرحوها. Voici les problèmes de certains participants، هذه مشاكل بعض المشاركين. ليزيلي، اقراها، وبوي كومبليتي، ثم اكمل التدريب اللي تحته. جولي، je suis femme d'affaires، la surcharge du travail me mène toujours à être en colère. Je suis débordée par la routine quotidienne. J'ai beaucoup de travail à achever. Comment arriver à bien gérer mon temps? Julien, je suis collégien. Je suis accro aux jeux numériques et je vais une fois par semaine au club. Je n'arrive pas à trouver du temps pour mes loisirs et poursuivre mes études. Pouvez-vous m'aider à planifier mon temps? Lara, je suis secrétaire. Je travaille à temps plein et je suis des études en ligne pour obtenir une promotion professionnelle. Je n'ai plus d'énergie et j'ai du mal à pratiquer mes loisirs. Comment surmonter ce problème? Frédéric, je suis employé dans une grande entreprise. Je souffre de manque du temps permanent. Alors, j'ai souvent l'angoisse de ne pas avoir le temps pour terminer mes tâches. Qu'est-ce que je peux faire pour organiser mon emploi de temps? هدول الكاتر بارتيسيبون، خلينا نفهم شو مشاكلهم. هن انطرحوا مشاكلهم وعم يطلبوا من الاخصائيين، من الاكسبير ان بسيكولوجي، انه يردوا عليهم يعطوهم مقترحاتهم. البارتيسيبون، بروميير بارتيسيبون، المشارك الاول كانت جولي، هي اول مشاركه، قالت جو سوي فام دافير، انا سيده اعمال، فام دافير، انا سيده اعمال. لا سور شارج دو ترافاي، عبء العمل، ممن عم بياخذني، بيخليني دائما توجور اتر اون كولير، عبء العمل الكتير، يعني ضغط العمل عم بيخليني دايما متضايقة، غضبانة، محرورة، دايما غارقة في الغضب. Je suis débordée par la routine quotidienne، أنا غارقة
بالروتين اليومي. روتين هي نفس الروتين، يعني كل يوم نفس الشغل نفس الشغل، فهي غارقة في الروتين اليومي. جيبو كو دو ترافاي أأشفي، عندي شغل كتير لازم أخلصه. أأشفي يعني أفينيغ، عندي شغل كتير لازم أخلصه. كومون أغيفي أبيان جيغي مو تون، دخيل تكونوا لولي كيف بقدر بتحكم بنظم بدير وقتي، كيف بقدر بدير وقتي جيدا، دلوني كيف بقدر أضبط أموري جيدا. جوليان قال جي سوي كوليجيان، أنا طالب إعدادي طالب مدرسي. جي سوي أكخو، أكخو يعني أنا مدمن، أنا مدمن أو جو نوميريك، على الألعاب الإلكترونية. Et je vais une fois par semaine au club، وبروح مرة بالجمعة على النادي. يعني مدمن على الألعاب الإلكترونية، يعني ما بيقوم من عليهم، على طول عم يلعب. وبروح مرة في الأسبوع على النادي. Je n'arrive pas à trouver du temps، ما عم بلاقي وقت أبدا pour mes loisirs، مشان أعمل هواياتي، ما عم بلاقي وقت لهواياتي. Et pour suivre mes études، ولحتى أتابع دراستي. Pouvez-vous m'aider à planifier mon temps؟ تقدروا تساعدوني إني أخطط لوقتي، يتنظم وقتي؟ لاغا، خلينا نشوف نحن أي واحد من بيناتهم من هاللي عم يعرضوا مشاكلهم. لاغا، جو سوي سكرتير، قالت أنا سكرتيرة. جو ترافاي أتون بلان، أنا بشتغل تان بلان، يعني ما منقول وقت ملان، لا يعني أنا بشتغل بدوام كامل. تان بلان يعني دوام كامل، مو دوام بارسيال جزئي. اي جو سوي دي زيتود اون ليني، هاي ماي جو سوي يعني أنا أكون، لا هاي من فعل سويفغ، أنا أتبع دراستي على الإنترنت، يعني أنا عم بتابع دراستي على الإنترنت. pour obtenir لحتى أحصل على une promotion ترقية professionnelle مهنية، مشان حتى أترفع مهنيا. je n'ai plus d'énergie، ما في عندي أي طاقة. et j'ai du mal à pratiquer، وعم بلاقي صعوبة بإني أمارس mes loisirs هواياتي. comment surmonter ce problème، كيف بقدر بتجاوز هالمشكلة. أما فريدريك فقال Je suis employé dans une grande entreprise. أنا موظف في شركة كبيرة. Je souffre وعاني de manque du temps. من قلة الوقت، ما عندي وقت. manque du temps، نقص الوقت. قلة الوقت permanent الدائمة، يعني دايما toujours، دايما ما عندي وقت. alors لذلك J'ai souvent l'angoisse، أنا دايما متضايق، de ne pas avoir le temps، لأنه ما عندي وقت، pour terminer mes tâches، لحتى أكمل واجباتي، ما عندي وقت أكفي واجباتي. Qu'est-ce que je peux faire، شو بقدر بعمل، pour organiser، لحتى أنظم mon emploi de temps، جدول أعمالي، دلوني كيف أعمل. regardez les photos، طلعوا على صورهم، كلهم متضايقين، انغواسي متضايقين، ان كوليغ غضبانين، لانه ما عم يقدروا يعملوا كل شيء بالدنيا بالوقت اللي بالدنيا. كلها مشاكل بحاجة للحل. خلينا نشوف الاكزرسيس اللي طلبوا منا نحله. طبعا كلياتهم عندهم بروبليم غولاتيف على مال جيستيون دو تان، كلهم عندهم مشاكل متعلقه بعدم اداره الوقت، في عندهم مشكله بعدم اداره الوقت. فكل واحد له مشكله من بين الاربعه بعدم اداره الوقت، كل واحد مشكلته شكل. بدنا نقول مين كي مين صاحب المشكله اللي هون، هون معروضه المشكله، مين هو صاحبها، كونسيكونس شو كانت النتيجه عليه. عندي أربع مشاكل بالنسبة لإدارة الوقت: le manque du temps، قلة الوقت، la surcharge du temps، العبء العمل، la perte du temps، ضياع الوقت، من perdre هذا النوع، accomplir plusieurs tâches à la fois، إنه الواحد بده يعمل عدة مهام
تعجبت الدفوار على فوا يعني اون ميم تون بنفس الوقت. هن نحلوا لي وحدة بس، خلينا نشوف مين اللي ما عنده تون، مين اللي قال مانك دو تون، مين اللي قال انا ما عندي وقت. خلينا نشوف رأسا انا بتجي لذهني فريدريك، شوفوا شو قال. قال J'ai souvent angoisse, أنا دايما متضايق de ne pas avoir le temps، لأنه ما عندي وقت. معناتها le manque de temps، نقص الوقت موجود عند فريدريك. قال ne pas avoir le temps، ما عنده وقت. معناتها فريدريك، بدي أحط هوني فريدريك. طيب شو كان الكونسيكونس؟ الكونسيكونس إنه إلا سوفون لانغواس، دايما متضايق لأنه ما عنده وقت. إلا ما بقول جي لأنه إذا هو ما عنده وقت ما بتضايق أنا، بتضايق هو. إلا با لو تان، ما عنده وقت. سي بوركوا الكونسيكونس هي إلا سوفون لانغواس، دايما هو متضايق. La surcharge de travail، عبء العمل شفناه عن جولي. قالت Je suis femme d'affaires، la surcharge de travail، عبء العمل. شو كانت نتيجته؟ من قادني وداني أنه أكون en colère، être en colère، خلاها دايما toujours en colère. مو صعب، سهل. لا بيرت دو تون، مين اللي ما عنده وقت؟ نرجع نشوف مين اللي ما عنده وقت. منشوف شوفوا شو عم بيقول جوليان، عم بيقول جو ناريف با اتروفي دو تون، ما عم بلاقي وقت. معناتها لا بيرت دو تون، اللي مضيع وقته هو جوليان، ما عم بلاقي وقت. كلي لا كونسيكونس، شو كانت النتيجة؟ إنه ما في عنده وقت. il n'a pas de temps pour ses loisirs، لا عنده وقت لهواياته ولا pour suivre ses études، ولا عنده وقت لدراسته. إذا ضياع الوقت عنده خلى النتيجة إنه ما بقى يقدر يمارس هوايته ولا يتابع دراسته. بدل عندي النقطة الأخيرة اللي هي accomplir plusieurs tâches à la fois، إتمام عدة مهام بنفس الوقت، كانت عند لارا. قالت أنا je travaille à temps plein، أنا عندي وقت ملان. Et je suis des études، وعندي كمان عم بتابع دراسة على الانترنت لحتى أحصل على الترقية. إذن لارا هي الرابعة. أنا هون بدي أحط الأسماء محلكي. والكونسيكونس شو كانت الكونسيكونس؟ نتيجة إنه مع كل هالأعباء عليها il n'a plus d'énergie، ما عاد في عندها أي طاقة. خل أنا كتبتهم هوني كمان، حطيتهم قلت بروبليم غلاتيف على مال جيستيون دو تان، لو مانك دو تان، ناقص الوقت. كي فريدريك كونسيكونس إلا سوفون لانغواس، لا سيرشارج دو ترافاي، العمل. كي جولي كونسيكونس النتيجة توجور ان كولير، دايما معصبة غاضبة. لا بيرت دو تان، ما في وقت. كي جوليان كونسيكونس النتيجة كانت il n'a pas de temps pour ses loisirs et pour ses études، ما عنده وقت لا للرفاهية لا للهوايات ولا للدراسة. 4 accomplir plusieurs tâches à la fois، عدة مهام بنفس الوقت. كي كانت لارا الكونسيكونس النتائج il n'a plus d'énergie، ما كان في عندها طاقة، ما عاد في عندها طاقة ولا قوة للتحمل أبدا. جي فيني لا باج 10، نحن ما خلص معنا البرودكسيون اورال او الاكسبرسيون اورال، التعبير الشفهي. رح نكفي بالدرس القادم بالباج 11. كانت معكم مدام ما، بقلكم اوغفوار، على بروشين فوا، باي.